وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. أصلي صلاة العبد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو دعاء الله أن يثني على عبده. صلاة الله على عبده هو ثناء الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله صلى على عبده يعني يثني عليه في الملأ الأعلى. طيب صلاتنا نحن نسأل الله أن يصلي، نقول اللهم صلي، أو نقول صلى الله على نبينا محمد، فنسأل الله أن يثني على نبينا محمد وسلم، ندعو له بالسلامة، السلامة في دينه، السلامة في أتباعه، السلام في سنته، السلامة من العذاب، من الآفات، من النقصان. على رسولك، الرسول هو الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، يصطفيه ويختاره من البشر فيوحي إليه بالوحي فيرسله يبعثه، وآل رسولك يعني قرابة الرسول،